أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن خطة عمل الوزارة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلية. وخلال افتتاحه محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، أشار الوزير إلى أن هناك إقبالا متزايدا من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء الحوافز المقدمة من الدولة في هذا الصدد والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في إطار الخطة القومية طبعا التوسع في تحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي التوسع في إقامة محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي من خلال المراكز. فإحنا النهاردة موجودين في أحد هذه المحطات لشركة التعاون للبترول، اللي فيها كمان محطة غاز لشركة كار جاز، والاثنين مع بعض خلال التطوير الأخير لرفع كفاءة ورفع إمكانيات المحطة، سواء لتموين السيارات بالبنزين أو لتموين السيارات بالغاز الطبيعي. تم تطوير المكان بحيث زودنا عدد الطرمبات حديثة وسريعة سواء في الغاز أو في البنزين، بالإضافة إلى إقامة بعض خدمات للمستهلكين، محلات الوجبات الجاهزة أو السريعة أو المشروبات الساخنة وغيره، بحيث أنها تتلائم مع نمط الاستهلاك ونمط المستهلك النهاردة. هي دي طبعا بداية لجميع محطات البنزين الوقود على مستوى القاهرة من أعمال تطوير وتمويل مزدوج. زي ما أشار السيد الوزير إن طبعا إن شاء الله القاهرة طبعا هي من أكبر الأماكن اللي فيها محطات وقود وفيها استهلاك، وفي إطار طبعا المبادرة الرئاسية بتحويل جميع السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات الماضية. ليه؟ لأن طبعا السيارات الغاز الطبيعي أولا صديق للبيئة، موفر، حد من الاستيراد، وبالتالي يعني هيكون له طبعا يعني تأثير كبير على التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة. هو بصراحة الغاز ما فيهوش عيوب، ومميزاته أكتر من عيوبه، موفر اقتصادي وسحبه كويس زي البنزين، ما فيش منه أي مشاكل، حتى في الصيف التكييف ما فيش منه أي مشاكل. بمناسبة يعني الموضوع الحقن المباشر الجديد دوت ريحنا كتير قوي في العربيات الانجكشن، بس من ساعة ما جبت العربية زيرو وهي محول لغاز طبيعي. انا من 3 سنين كان بيتكلموا على الغاز، في ناس بيقول الغاز بيبوظ الموتور، غاز وحش، الموضوع ما دخلش دماغي قوي. قلت اجرب القصه ديت، جربت موضوع الغاز لقيته الحمد لله كويس، يعني مش بيبوظ الموتور ولا حاجه. وفي غاز نوع جديد نزل اسمه غاز حقن، بيدي نسبه بنزين مع الغاز.